مشاهدين، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. والفقرة الطبية نستكمل مع حضراتكم الجزء اللي بدأناه الحد اللي فات عن مرض السكر، ولكن النهاردة بنتكلم عن داء السكر من النوع التاني. يا ترى ايه أبرز أسبابه وعلاجه؟ يا ترى هو الأشعة والمنتشر ما بين الناس ولا لا؟ نعرف مع ضيفنا دكتور هيثم أحمد، أخصائي بطن. أهلا بك يا دكتور. أهلا بكم. أهلا بحضرتك دكتور. حلقة اللي فاتت تكلمنا عن السكر ولكن كان من المرحلة الأولى، النهاردة بنتكلم عن السكر من النوع الثاني. فخلينا نشرح لكل المشاهدين بيشوفونا النهاردة إيه هو السكر من النوع الثاني. السكر من النمط الثاني، يعني هي تسميات تم تقسيم السكر إلى نمط أول ونمط ثاني. النمط الثاني هو الذي يصيب الكبار في السن، يعني فوق 30 عادة، نسميه بالنمط الثاني أو غير المعتمد على الأنسولين أو السكري الكهلي. الآلية فيه تختلف قليلا عن النمط الأول. في النمط الأول هناك غياب تام للأنسولين، هناك غياب جزئي للأنسولين، هناك نقص في إفراز الأنسولين لكن ليس غيابا تاما، أو ربما قد تكون هناك كمية أنسولين طبيعية لكن هناك خلل في عمل الأنسولين، هناك مقاومة للأنسجة وللخلايا لهذا الأنسولين وبالتالي تعطيل لعمل الأنسولين. كما ذكرت هذا النوع من داء السكر يصيب الكبار في السن عادة، وهو الأشع، يعني يشكل حوالي 80 إلى 90% من مرضى الداء السكري بشكل عام. أعراضه قد تكون لا تكتشف يعني مباشرة، قد تمر أشهر وسنوات. اللي بيخوف بقى يا دكتور، وهذا الذي يخيف فيه يعني أننا قد نكتشف المرض عندما يكون قد حدثت هناك بعض المضاعفات حتى على المريض. يعني في بعض الناس بتقول أنا ما عرفتش أن أنا عندي السكر إلا لما أغمى عليا في الشارع ورحت المستشفى، إيه ده أنت ما خدتش دواء السكر؟ فيقولوا لا أنا ما عرفش أن أنا عندي سكر أصلا. فهي دي بتبقى المشكلة. هل في أعراض ولو حتى نقول مبدئية تقدر تنبهني إن أنا عندي سكر من النوع الثاني؟ الأعراض لا تميز بين النوع الأول والثاني. يعني الأعراض الداء السكري كما ذكرناها سابقا، العطش الشديد، كثرة التبول، التعب، الإرهاق، نقص الوزن مع شهية زائدة، هذه كثرة الالتهابات وخصوصا الالتهابات الجلدية، تأخر شفاء الجروح إلى تأخر شفاء الجروح. هذه الأعراض تصيب مرضى الداء السكري بنوعيه الأول والثاني. هذه الأعراض توجه نحو إصابة بداء سكري عند المريض. لكن كما ذكرت في النمط الثاني الذي نتحدث عنه الآن، قد تكون هذه الأعراض تتطور ببطء وبالتالي لا ينتبه لها المريض، وعندما نجري التحليل لسبب من الأسباب أو لوجود هذه الأعراض نجري التحليل فنجد أن أرقام السكر مرتفعة، لكن لا نعلم على وجه اليقين منذ متى ارتفع السكر، هل هو من أسابيع أو من أشهر. ببعض التحاليل أو مخزون السكر قد نجد أن هذا الارتفاع تم منذ عدة أشهر ربما، وبالتالي طيب يجب أن نضع على العين. يعني حضرتك ما تقدرش تقول أنت مصاب بالسكر بقالك شهر بقالك سنة؟ الأطباء البطنة ما يقدروش يحددوا المدة الزمنية اللي المريض كان مصاب خلالها، ولكن انت بتقوله لا انت حاليا مصاب لكن قبل كده ما عرفش. يعني قد نحدد بشكل تقريبي مثلا بفحص الجلوكوز السكري، هذا الذي يعطينا فكرة عن ضبط السكر خلال الأشهر الثلاثة الماضية مثلا إذا كان طبيعيا، وهناك الآن ارتفاع في أرقام السكري الحالي، فقد نقول أن الارتفاع منذ أقل من 3 أشهر. أحيانا من المضاعفات، يعني عندما نجد مضاعفات على العين على الكلية قد نعرف تقريبا الفترة التقريبية للإصابة بالداء السكري، ربما لا نستطيع أن نحدد بشكل دقيق. لكن وجود ارتفاع المخبري للمرض السكري يعني أن هناك ارتفاع وهناك داء سكري يجب علاجه. تمام. طيب هل يا دكتور أعراض الإصابة بالسكر من النوع الثاني بتختلف عن أعراض الإصابة بالسكر من النوع الأول، ولا كلهم أعراض واحدة؟ حضرتك قلت الأول اللي هو العطش ودخول الحمام باستمرار والحاجات دي، هل ده مقتصر على النوع الأول ولا النوع الثاني بيبقى له أعراض زيادة شوية؟ الأعراض نفسها في النوعين، لكن في السكري النمط الثاني كما ذكرت الأعراض قد تتطور ببطء أكثر، أما في السكري الشبابي أو النوع الأول فالأعراض تكون صارخة أكثر، يعني يحدث عند المريض مثلا أعراض واضحة أو ممكن أن يدخل في غيبوبة أسرع من مريض النمط الثاني أو الذي نتكلم عنه اليوم. النمط الثاني عادة يأخذ وقت أطول، المريض عادة يكون غالبا يكون بدين عنده زيادة وزن، بينما في النمط الأول عند الشباب يكون المريض نحيل غالبا ليس عنده وزن زائد. طب احنا عايزين نتكلم على نقطة الخسسان الجامد، اول ما حد بيشوف حد خس قوي قوي يقول له ايه ده انت باين عليك تعبان، روح حلل سكر بسرعة، الخسية اللي عليك دي ما هياش طبيعية. ليه في ارتباط كبير ما بين نقص الوزن الشديد والسريع وما بين الإصابة بالسكر؟
نقص الوزن يحدث كمضاعفة للداء السكري غير المضبوط وغير المعالج بسبب أن الجسم صحيح أن هناك سكر عالي في الدم، لكن هذا السكر لا يفيد الخلايا، لا يدخل إلى الخلايا، لا تستفيد منه لتوليد الطاقة، لذلك تلجأ الخلايا أو يلجأ الجسم إلى مخزون يؤمن له هذه الطاقة. هذا المخزون هو موجود في الدهون وفي البروتينات. يبدأ الجسم بتحطيم الدهون الموجودة في الجسم وتحويلها إلى سكريات لاستخدامها لإنتاج الطاقة، وربما يصل في مرحلة متقدمة إلى تحطيم حتى البروتينات. لذلك يبدأ المريض يفقد وزنه، يفقد الدهون التي الموجودة عنده، ربما فقد بعض البروتينات، لذلك تبدأ العضلات بالضمور. هذا هو السبب في نقص الوزن. يعني الجسم يحول المخزون الموجود فيه من دهون وبروتينات، يحطم هذا المخزون ويحوله إلى طاقة لاستخراج الطاقة منه، لذلك يحدث النحول عند المريض. رغم أن قد تكون هناك شهية جيدة، هناك شهية جيدة، لكن هناك نقص في الوزن. طبعا نقص الوزن يذكرنا بمرض غدي آخر تحدثنا عنه سابقا، هو فرط نشاط الغدة الدرقية. أيوة بالضبط، فرط نشاط الغدة الدرقية أيضا هناك شهية زائدة ونقص في الوزن. تمام جدا. طيب خلينا نقول لكل مشاهدينا ان احنا ارقامنا قدام حضراتكم على الشاشه، سواء رقم الواتساب او رقم الاتصال اللي حابب يسال الدكتور اي سؤال خاص بمرض السكر من النوع الثاني او اي سؤال خاص في امراض البطن، طبعا بنسعد بالتواصل معكم. دكتور، موضوع السكر صراحه اول ما الشخص بيصاب بيجي له نوع شويه من هنقول اكتئاب او زعل، او هو خايف على نفسه. طب ليه يا عم ده نص الشعب ولا ثلاث ارباع الشعب بقى عنده السكر؟ يقول لك لا اصلا كده يبقى عندي حاجه في جسمي او عضو في جسمي، البنكرياس ده انتهى بالنسبه لي طالما ان انا عندي سكر، ويا اما باخد انسولين او باخد حبوب فانا كده البنكرياس خلاص. الله يرحمه بقى. هل ده صحيح يا دكتور، بيبقى البنكرياس انتهى عند مصابين السكر؟ لا، ليس تماما. يعني في مرض السكر النمط الاول، نعم هناك غياب في خلايا، هي خلايا البتا التي تنتج الانسولين، لكن هناك خلايا اخرى تنتج بعض الهرمونات الأخرى في البنكرياس موجودة غالبا. في مريض النمط الثاني هناك عوز جزئي أو تخرب جزئي في بعض خلايا البنكرياس وليس تخرب تام، فالبنكرياس لا زال موجودا لكن انخفضت فعاليته. والمشكلة أيضا كما ذكرت أن الأنسولين موجود في الجسم ربما، لكن المستقبلات أو المسؤول عن تشغيل هذا الأنسولين وإدخاله إلى الخلايا هناك خلل فيه، وبالتالي هناك مقاومة وفشل في عمل هذا الأنسولين. بالعودة إلى موضوع الحالة النفسية لمريض السكري، نعم عندما يكتشف الداء السكري لا شك أن الإنسان يشعر ببعض الحزن أو الإحباط، وهذا شيء طبيعي لأي مريض يكتشف عنده مرض مزمن، لكن نحن يعني نؤمن أن هذا ابتلاء من الله، ثم إن الحزن لا يغير من واقع الحال شيئا. يعني فلان أصيب بالداء السكري، إذا حزن ودخل في حالة الإحباط ستزداد الحالة سوءا لديه. هل بقى يا دكتور زعلي إن أنا أصبت بالسكر بأي نوع من أنواعه، فعلا في بعض الناس تلاقيها بتقول اللي جاله سكر جديد ما تقعدش تزعل في نفسك كده لأنك هتزود السكر عليك، وكل ما تروح تحلل هتلاقي السكر عالي، هل فعلا الزعل والحالة النفسية بتعلي السكر أكتر؟ طبعا الحالة النفسية والشدة النفسية تؤدي إلى زيادة في أرقام السكر، لأن هناك في حالات الشدة النفسية هناك إفراز مستمر لبعض الهرمونات ندعوها بالكاتيكولامينات، هذه الهرمونات تؤدي إلى زيادة إنتاج السكر أو زيادة مقدار السكر في الدم. أحيانا بعض المرضى يكتشف لديهم السكر إثر شدة نفسية، يعني شخص من الأشخاص تعرض لحالة حزن، لحالة وفاة لأحد أقربائه لأي سبب من الأسباب، حزن حزنا شديدا، حدثت عنده بعض الأعراض بالتحليل وجد لديه الداء السكري. يعني السكر جاله نتاج حالة نفسية أو حزن شديد. ليس تماما، هذا المريض عنده داء سكري لكن لم يكتشف، إنما الحالة النفسية حرضت الأعراض وأظهرت الأعراض. فالحالة النفسية السيئة أيضا لا شك ستؤدي إلى سوء في حالة الداء السكري. المقابل المجالات العلاج والأدوية ومستلزمات العلاج أصبحت متواجدة. طيب هنكمل مع حضرتك العلاج، ولكن خلينا نستقبل أستاذ مؤمن من مصر. السلام عليكم أستاذ مؤمن. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم، الدكتور سامع حضرتك انت على الهوا. حضرتك دلوقتي انا مريض سكر، وكنت من فتره ابتديت ان انا اعمل اللي هو حضرتك اللي هو ان انا امتنع عن الخبز خالص، ابدا ان انا اعمل اللي هو الصيام المتقطع. تمام، وابتدى سكري ينزل خالص من مثلا 200 وكان 300 لغايه ما وصل دلوقتي معايا مثلا صايم فاطر 130 140 150. ماشي، بس انا ما باخدش علاج خالص. ما بتاخدش علاج؟ ان انا لو مشيت على النظام ده ولا لازم علاج مع
مع النظام اللي انا ماشي فيه. طيب حاضر يا فندم، ربنا يكتب سلامتك ويديك الصحة والعافية يا رب. هو بيقول لحضرتك هو عنده السكر لكن هو مبطل أدوية، ما بياخدش أدوية خالص وماشي على نظام الصيام المتقطع، وبيقول السكر كان عندي 300 نزل ل 130 140 150 ما بيعلاش عن كده، هل يستمر نمط حياته صيام متقطع ما ياخدش أدوية ولا لازم ياخد أدوية؟ طبعا غالبا نتحدث هنا عن مريض نمط سكري داء ثاني، يعني يصيب الكبار. الحمية التي يجريها الصيام الذي يجريه هو نوع من الحمية، والحمية هي حجر أساس في علاج الداء السكري النمط 2. الحمية مع النشاط البدني يعني الرياضة اليومية، لكن بهذه الأرقام أنا أنصح بإضافة طبعا بإشراف طبي بإضافة بعض الأدوية، هناك أدوية تستخدم كخط علاج أول في علاج السكري، نستخدم هذه الأرقام يعني حوالي 130-140 نستخدم بعض الأدوية كخط علاجي أول لتخفيض أيضا مساعدة الأنسولين الموجود في الجسم لتحسين الرقم أكثر من هذا الرقم. المفروض ينزل لحد كم؟ مستقر على كم؟ يعني نحن نفضل أن يكون الرقم قريب إلى الطبيعي، يعني حوالي 180-90-100، لكن بوجود يعني تصادفنا بعض المشاكل عند مرضى الداء السكري خصوصا في مجتمعاتنا أن هناك ليس هناك رقابة مستمرة، ليس هناك تحليل مستمر ومراقبة دائمة لرقم السكر. بس حضرتك في بعض الحالات قلت أن السكر النمط الطبيعي دلوقتي الأطباء رفعوا معدله بقى ل 120 أو 130، فده أنت ما زلت في الأمان. لا لا لم أقول هذا. نذكر بتشخيص الداء السكري يعني إلى 100 رقم طبيعي، بين 100 والمئة وخمسة وعشرين هذه يعني يجب أن ننتبه، هذه قد تكون بداية أو مؤهب لداء سكري. فوق 125 بقياسين أو 3 قياسات مختلفة هذا هناك داء سكري. لكن 125 ده انتبه. انتبه تمام. لكن اللي هو ما فيش خالص ده اللي هو 100. تمام. تمام جدا. طيب خلينا نستقبل. يجب أن نوضح الفكرة بالنسبة للمريض كما ذكرنا أن الرقم كما قلت نحن نخاف أحيانا من تخفيض الرقم إلى 100 بشكل دائم عند مرضانا لأنه ليس هناك مراقبة، وبالتالي نخاف من أمر أخطر من ارتفاع السكر وانخفاض السكر، يعني نخشى أن ينخفض السكر فيدخل المريض في أعراض نقص السكر. لذلك إذا لم يكن هناك مراقبة جيدة وحثيثة للداء السكري نتسامح قليلا في الرقم، يعني نتسامح بين 100 إلى 120 كضبط داء سكري. تمام. طيب خلينا نستقبل فاطمة من مصر. السلام عليكم يا فاطمة. هدى يا فندم. هدى أهلا يا هدى، عاشت الأسامي. طيب عنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل الدكتور بس لو سمحتي، أنا سني فوق 40، عايزة يعني نصيحة عامة يعني للوقاية من مرض السكر لي أنا شخصيا. حاضر. وكمان لأولادي، يعني أنا عندي أولاد برضو خايفة عليهم من المرض ده. في وراثة عندكم يعني في العيلة حد مصاب بالسكر، جد أو جدة أو كده؟ لا أنا أبويا وأمي لا، لكن أختي الكبيرة هي يعني ربنا ابتلاها بيه، ولكن هو من المرحلة الأولى وبتعالجه يعني. تمام. حاضر. يعني أنت عايزة طرق وقاية. عايزة طرق وقاية يعني، لأن أنا فعلا بخاف منه. أنا يعني بحكم قعدتي في البيت مش ببذل مجهود مثلا أو كده. مش بس أنت لازم تعملي حبة رياضة برضو يا هدى. ان شاء الله بعمل والله، بحاول امشي ساعة ولكن يعني مش منتظمة بصراحة. على قد ما تقدري، صحتك غالية. لكن انا طبعا، لكن انا برضو يعني خايفة منه ان انا الضغط برضو عندي مش منتظم. الضغط. عندي مشاكل في الغدة الدرقية، فده سبب ان هو مخلي الضغط مش منتظم. حاضر يا حبيبتي، ربنا يديك الصحة والعافية. خلينا نستقبل هدى. فاطمة العكس، معنا فاطمة على التليفون. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. حضرتك. أهلا بحضرتك. أنا حاليا في مصر بيقولوا إن فيه علاج للسكر بيشفي تماما منه. وفي ناس هنا كتير اشترته كده يعني، ووالدتي أنا تعبانة بالسكر ومصممة إن هي تشتري، هو علاج غالي يعني بيعمل حوالي 3000 وشوية. طب العلاج اللي اتكلموا عنه دي، ده أقراص ولا حقن ولا وضع إيه؟ كيفية الدواء ده؟ هو أقراص تقريبا، أقراص علاج أو كرتونة مليانة دواء وعلاج وحاجات كده، بتاخده لمدة كذا شهر وبتعمل بعدها تحاليل وكده، وبيبان بقى ان هو السكر نزل وكده. يعني الناس بتقول، بس انا مش مصدقة الكلام ده، وفي دكاترة كتير قالوا ده كله نصب وكده يعني. فكنت عايزة حضرتك تسألي الدكتور، هل الموضوع ده فيه فعلا علاج بيشفي تماما من السكر ولا هو نصب؟
حاضر حاضر هسألك، ربنا يكتب لك الصحة والسلامة يا رب. طيب السؤال الأول يا دكتور، كانت من هدى عندها فوق 40 سنة، بتقول عايزة تعمل وقاية ليها ولولادها من الإصابة بمرض السكر، خصوصا أنها ما بتتحركش كتير وما بتنزلش كتير وعندها مشاكل في الغدة الدرقية، فهي خايفة عايزة تعمل وقاية. فخلينا نتكلم عن الوقاية بشكل عام من مرض السكر. تمام، الوقاية فيما في العوامل التي نستطيع أن نخفف منها من عوامل الخطر. أول نصيحة، موضوع الحركة اليومية والنشاط الفيزيائي أو الرياضة، هذا شيء لا بد منه لتخفيف خطر الداء السكري. يعني لا بد من مسير حوالي نصف ساعة يوميا على الأقل، المشي العادي. يقال أن نصف ساعة في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، يعني حوالي 2.5 ساعات أسبوعيا من الرياضة الجيدة، هذه تعطينا نتائج جيدة. الأمر الآخر المهم جدا، موضوع ضبط الوزن. يعني كل زيادة في الوزن عن الحد الطبيعي ستؤدي إلى زيادة في نسبة تعرضنا لخطر الداء السكري. إذن أمران، النشاط الفيزيائي والحركة والمشي وتخفيف الوزن. الغذاء الصحي، الابتعاد عن الأغذية سريعة التحضير، الابتعاد عن الدهون، الدهون المعقدة، التخفيف قدر الإمكان من السكريات، التوجه إلى الخضروات، الفواكه، لا بأس بالمعكرونة، البطاطا، الأرز، هذه النشويات. طب الكميات تبقى عاملة قد إيه؟ لأن دلوقتي اللي بيجيله سكر بيتعقد من المكرونة والرز والبطاطس والحاجات دي كلها، ما يأكلش منها. الكميات يعني تضبط حسب الأرقام، نحن نتحدث هنا عن موضوع وقاية. أما إذا كان هناك مصاب بالداء السكري فيجب أن يكون هناك لديه خبير تغذية أو طبيب يتابعه حتى يحدد له، لا نستطيع أن نحدد رقم لكل المرضى. نحن هنا نتحدث في العموميات، وأتحدث إلى الأخت وإلى جميع المستمعين الآن. نحن نقول أننا نخاف أن يتطور لدينا داء السكري أو أن يكون لدينا الداء السكري، ماذا نفعل لنخفف من هذا الخطر؟ كما ذكرت، الرياضة، تخفيف الوزن، الغذاء الصحي، الإكثار من تناول الأسماك والدهون المشابهة الناتجة عن الأسماك على الأقل مرة في الأسبوع، كما ذكرت الابتعاد عن قدر الإمكان عن الضغوط النفسية والشدات النفسية. ضبط أرقام الضغط الشرياني، يعني عندما هناك يكون ارتفاع في أرقام الضغط الشرياني فهذا عامل خطر، يجب أن يكون هناك تناول للعلاج وضبط لأرقام أرقام الضغط الشرياني. إذا كان هناك مشاكل في غدد أخرى، في الغدة الدرقية، في الكظرية إلى آخره، يجب أن يكون هناك أيضا علاج ورقابة وضبط لمشاكل هذه الغدة. طيب السؤال اللي كان معانا اللي بعده، هي مصابة بالسكر، بتقول هي سمعت ان بيقولوا في مصر دلوقتي بقى في علاج بيعالج السكر، عباره عن اقراص بتاخديها مده زمنيه معينه، بتروحي تحللي بعد كده، بتحلل بتلاقي النتيجه الحمد لله بقت كويسه. هل فعلا ورد او صدر عن الاطباء ان بقى في علاج للسكر بيعدل النسب بتاعته بيتظبط؟ يعني فيما اعلم وفيما اطلعنا عليه وما نقراه من منشورات الصحه العالميه وغيرها من المهتمين بالصحه، لا يوجد مثل هذا العلاج. علاجات الداء السكري معروفة، يعني هناك علاج الأنسولين مثلا لبعض الحالات التي ذكرناها، وهناك العلاج الفموي، الحبوب يعني، وهي عبارة عن حوالي 5 زمر من الحبوب تعطى لحالات أخرى، هذه معروفة ومرخص لها ومعروفة بين الأطباء والصيادلة. أي شيء خارج هذا النطاق غير مرخص فيه وغير معترف به على الأقل حتى الآن، لم تجري عليه دراسات حقيقية. وإلى الآن للأسف، نقول للأسف، لا يوجد علاج شافي للسكري. يعني لا يوجد دواء نقول أنه إذا استخدمه لمدة شهر انتهى الداء السكري لديه. للأسف هذا الأمر، لكن يوجد هناك علاجات تضبط الداء السكري ويتعايش المريض مع هذا المرض لسنوات طويلة دون مشاكل. لا نقع في تفاؤل لا غير صحيح، ولا نقع في إحباط غير صحيح. شفاء للداء السكري لا يوجد دواء نعطيه للمريض، ولكن في استقرار للحالة، استقرار، وهناك محافظة على الجسم ووظائف الجسم طبيعية وعادية قدر الإمكان، ويعيش حياة طبيعية بشرط أن يلتزم بالنصائح التي ذكرناها ويلتزم بالعلاج. بالضبط. طيب خلينا نستقبل أستاذ خالد من مصر. السلام عليكم أستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك. حضرتك، أنا كنت عايز أكلم الدكتور. اتفضل الدكتور سامعك. أنا حضرتك عندي سكر من حوالي 4 سنين، وباخد إمريل 3 ملي. تمام يا فندم؟ تمام. عندك من 4 سنين، حضرتك عندك كم سنة؟ عندي 49. 49، العمر كله يا رب. الله يحفظ. يعني لما باجي مثلا اتنفس او ازعل بتاع، بحس بجنابي كده بتوجعني.
ده لي يعني تأثير بحاجة، يعني ما بزعل من حاجة مثلا أو أتضايق أبص على نفسي جنبي يعني مكان الكلى كده زي ضخ دم كده وألم. طيب تمام جدا. بيقعد 10 دقايق كده وبعدين يروح. طيب ليك سؤال تاني؟ شكرا يا فندم. شكرا ليك، ربنا يكتب سلامتك يا رب. هو عنده 49 سنة، عنده السكر من 4 سنين، وبياخد إماريل 3 ملي مع تحفظ. طبعا ما نعملش دعايه لحد، ولكن هو ده النوع اللي بياخده. وهو بيقول لما بيتنرفز او يتعصب حاجه تضايقه بيلاقي جنابه بتوجعه جدا مكان الكلى تحديدا، وبعد كده تقعد 10 دقائق ويرتاح. هل ده له علاقه مثلا بالسكر، بارتفاعه في ارتفاع نسبته، ولا ده حاجه وده حاجه؟ غالبا ليس هناك علاقه مباشره غالبا. طبعا هناك بعض المضاعفات نتحدث عنها بعد قليل لموضوع الداء السكري. هذه الالام التي يذكرها يربطها بموضوع الشده النفسيه أو التعصيب أو النرفزي وفي منطقة معينة وتزول بعد فترة، لا تدل مباشرة على، ليس هناك ارتباط مباشر بموضوع الداء السكري هنا. تمام. طيب خلينا ننتقل بقى لمضاعفات مرض السكر من النوع الثاني لو تم إهماله يا دكتور، والناس اللي بتقولك يا عم كل وربك هيسهلها وتاخد لك حقنة ولا تاخد لك الحبيتين وكل براحتك، ناس هتعيش قد ما عاشت وبتتعامل بكل بساطة ومفيش أدوية بتتاخد، مفيش أكل اللي بنمشي عليه، خصوصا بعض كبار السن اللي بيبقوا يعني ولادهم بيشتكوا جدا ما بيرضاش ياخد الدواء خالص وبيلخبط في اكله، ايه المضاعفات بقى يا دكتور؟ للاسف مضاعفات الداء السكري خطيره ومزعجه جدا، وهي تظهر على المدى الطويل. هناك مضاعفات قريبه يعني تظهر في مدى قريب، منها الغياب عن الوعي او الغيبوبه السكريه، هذه لها تدبير ولها علاج وهي حاله اسعافيه. لكن نتحدث هنا عن المضاعفات طويله الامد التي تظهر بعد عدة سنوات من الإصابة بالداء السكري إذا لم يتم ضبط هذا المرض وضبط أرقام السكري. للأسف الداء السكري مرض مجموعي يعني يصيب كل الجسم. لماذا؟ لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الأوعية الصغيرة، الأوعية الدموية الصغيرة، يخرب هذه الأوعية ويعطل وظيفتها. هذه الأوعية الصغيرة هي المسؤولة عن إيصال الأكسجين وإيصال الغذاء إلى الأعضاء الانتهائية لدينا، يعني إلى العين، إلى الجلد، إلى الكلية، إلى القلب. وبالتالي إصابة هذه الأوعية سيؤدي إلى مشاكل تظهر في هذه الأعضاء الانتهائية. نتحدث مثلا على مستوى العين، للأسف إهمال الداء السكري وعدم تناول العلاج وعدم ضبط الرقم الداء السكري سيؤدي بالتدريج إلى مشاكل في عدسة الداء في عدسة العين، وبالتالي حدوث الساد أو الماء البيضاء التي ندعوها. وهذه ربما سهلة لكن الأصعب هي إصابة شبكية العين، يعني يحصل لدينا نزوف في شبكية العين، وقد يحدث هناك ما يدعى بانفصال شبكية العين، وهذه حالة إسعافية. لذلك يجب على كل مريض داء سكري أن يراجع طبيب العينية على الأقل مرة في السنة، حتى لو لم يشكو من أي أعراض يجب أن يكون هناك فحص سنوي على الأقل أقول للعين ولداخل العين ولشبكية العين. تمام. العضو الآخر النبيل الذي يصاب وإصابته مزعجة هو الكليتين. الكليتين مسؤولتان عن تصفية الدم من السموم وإفراز البول وضبط البروتين، يعني المحافظة على البروتين في الجسم. إصابة الأوعية التي تغذي الكليتين ستؤدي إلى تقريبا لنقل خلل هذه المصفاة في الجسم، وبالتالي ستبدأ السموم بالتراكم في الجسم ويحدث لدينا فيما بعد القصور الكلوي، وهناك ما ندعوه أيضا بفقد البروتين في البول. البروتين يجب أن يبقى في الدم، لكن في إصابة الكليتين هنا يحدث هناك فقد للبروتين ويذهب مع البول، وبالتالي هذا أيضا قد يفسر لنا خمول المريض ونقص وزنه لأنه البروتين يفقده. الأعضاء التي تصاب أيضا هي الشرايين، القلب. الله، كل ده يا دكتور، كل دي مضاعفات صعبة يجب جدا. يجب أن نشرح هذه الأمور حتى يكون المريض، لا أقول للتخويف، لا أقول للتخويف، أقول هذا للحرص. الحرص، وهذه الأعراض للمريض الذي يهمل علاجه. أما الذي يتناول علاجه بشكل مستمر وبرقابة فإن شاء الله يعني تتأخر كثيرا هذه الأعراض وقد لا تظهر لديه. تمام. لا داعي للخوف، لكن يجب أن ننبه المريض الذي يهمل علاجه. الداء السكري لا يهمل، لا يهمل، لا نعتمد على التواكل هنا، هذا ليس توكل، هذا تواكل. تمام. تواكل أن نترك العلاج، إذا تركنا العلاج سنصاب بهذه الأعراض. القلب سيصاب بنقص تروية قلبية وربما احتشاءات في القلب أو احتشاءات في الدماغ ونزوف دماغية، وهناك ارتفاع الضغط الشرياني، مع الزمن سيتطور لدينا ارتفاع ضغط شرياني. وهناك كما ذكرنا التقرحات الجلدية، الالتهابات. هذه ربما قلل الأمور خطورة. أيضا هناك يجب، فاتني أن أنبه تماما إلى موضوع التدخين، يعني مريض السكري يجب ألا يدخن. الشخص الطبيعي بالتأكيد يجب أن لا يدخن، لكن مريض السكري يجب أن يحذر جدا، لأن التدخين يؤذي الأوعية الصغيرة
والسكري يؤذي الأوعية الصغيرة، وارتفاع الضغط الشرياني الذي سيتطور أو إن كان موجودا سيؤذي الأوعية الصغيرة، والنتيجة ستكون احتشاءات في القلب، في الدماغ، في الكلية، في العينين. لذلك هذه دعوة للمرضى أن يتفائلوا، أن يستبشروا بالخير، أن يتوكلوا على الله، لكن بتناول العلاج، بالمتابعة عند الأطباء، بالحمية وبالرياضة. دائما نقول الرياضة، الرياضة، تخفيف الوزن، لأن البدانة أيضا هي هذا العصر حالي كبير. شكرا جزيلا لك دكتور هيثم أحمد، أخصائي البطنة. بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا، شرفتنا وأفدتنا كتير. أتمنى يا رب الصحة والسلامة لكل مشاهدينا ومتابعينا. أهم حاجة أن أنت تاخد علاجك وتكون متوازن في أكلك، يكون ليك أكل صحي، إن شاء الله هتكون حياتك تمام، والسكر ما فيهوش أي مشكلة. لكن لو أنت أهملت وسبتها كده وقلت خلاص وخليها على الله والناس تاكل، لأ، أعتقد يعني أن المضاعفات اللي الدكتور قال عليها دي يعني أتمنى يا رب أنها ما تحصلش لأي حد. ولكن لو أنت تخليت عن نظامك الغذائي وتخليت عن الطرق الصحيحة اللي المفروض أن أنت تمشي عليها، لأ يعني أتمنى الصحة والسلامة لكل مشاهدينا ومتابعينا يا رب. أشكركم على الحسن وطيب المتابعة. خلصت حلقة بيتنا أحلى لحد النهاردة، وأتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم. نشوفكم بإذن الله تعالى بكرة في حلقة جديدة على الهواء مباشرة، ودايما معاكم وبيكم بيتنا أحلى.